كابتن ابراهيم عبد الخالق نجم الانتاج الحربي ولاعب نادي الزمالك السابق، اهلا بك ابراهيم. مهير حبيبي، عامل ايه؟ اخبارك، انت عامل ايه؟ وحشني الحمد لله تمام والله. طمنا على الانتاج الحربي السنه دي، قلقانين شويه. اكيد طبعا، يعني النتائج السنه دي مش في صالحنا للاسف. يعني اول الموسم بنقابل سوء حظ غير طبيعي، يعني عكس السنه اللي فاتت مفنشين في الدور الثامن، بس يعني اتمنى من ربنا ان شاء الله هنطلع من الكبوه دي باذن الله. يعني لسه بدري، يعني بنتكلم في دور كامل وثلاث ماتشات يعني. ايوه لا، ودايما الانتاج الحربي معودنا ان هو يعني الانتاج الحربي دلوقتي في المركز ال 16، كان يعني في مثل هذا التوقيت من كل عام كان بيبقى رابع خامس يعني. لا، وكان بيبقى ساعات في المربع الذهبي كمان. كان السنه اللي فاتت برضه مع كابتن محمد كنا ماشيين كويس الدور الاول. فنشنا الدور الاول قبل موجه كورونا. الدور الثاني اثر علينا بالسلب طبعا، عشان جالنا كميه لعيبه عندنا كورونا. الدور السنه دي قابلنا سوء حظ مع الكابتن مختار للاسف، ورحل في فتره صعبه جدا. الكابتن حماده سيدي برضه مسك في فتره صعبه جدا في عونه طبعا. بس يعني بنتمنى من ربنا يعني ان احنا نفوق بقى ان شاء الله الماتشات الجايه باذن الله. يعني حاسس ان انت اتظلمت شويه في الزمالك يا ابراهيم؟ اتظلمت يعني شويه، بس انا يعني انا بصراحه كامكانيات كبيره، يعني كامكانيات كبيره كانت موجوده. كنت انت مع طارق حامد في نص الملعب، كنا يعني بنتخيل بينكم ابراهيم عبد الخالق طارق حامد، طارق حامد ابراهيم عبد الخالق، لكن طارق ما شاء الله يعني مهيب. ان انا استعجلت في ان انا اطلع عارة، ودي كانت غلطه كبيره جدا. هي دايما القرار يا اما بيبقى في الصالح او في او مش في المصلحه. انا هو دايما الحياه قرار، فانا كنت واخد قرار ان انا امشي اعاره، قلت بقى اروح العب وبتاع في دجله، بس كان قرار خاطئ جدا بصراحه. يعني هو كل شيء اسمه نصيبه طبعا. وانا المفروض ان انا كنت قعدت في نادي الزمالك، بس انا اللي استعجلت عشان اللعب وارجع تاني. يعني وخصوصا ان انا امشي من الزمالك قبل القيد 48 ساعه ديت، كان توقيت صعب جدا، وده اللي اثر عليا. وانت يعني من اللعيبه اللي بتحب نادي الزمالك، وحته ان انت اتظلمت في نادي الزمالك دي قناعات مدير فني، ملوش علاقه نادي الزمالك ككيان. اكيد طبعا، اكيد طبعا. يعني حاجه كبيره، او كان شرف ليا ان انا لعبت في نادي الزمالك، اكيد يعني حاجه علت اسمي من الارض للسماء يعني. طبعا مجهول. طبعا يعني شايف نادي الزمالك السنه دي ازاي يا ابراهيم؟ والله الزمالك يعني ما شاء الله في شويه لعيبه، يعني لو هناخدها كده كلعيبه فرديه، اجمد لعيبه في مصر من وجهه نظري، يعني مش مجامله والله العظيم، لنادي الزمالك اجمد لعيبه في مصر كافراد. يعني نادي الزمالك نادي فرقه جامده جدا. بس انا مش عارف برضه بيقابلها سوء حظ ليه، مش ماتش يكون كويسين جدا 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 ويمتعوا جمهورهم، وماتش تلاقيه بيتغلب من فرقه مثلا اقل منه. يعني مش فاهم المشكله في ايه او الغلط في ايه. يعني في نادي الزمالك يعني الفرقه ما شاء الله يعني كل سنه بتبقى اقوى من السنه اللي قبلها بصراحه. مين يعني التوفيق ان شاء الله السنه دي، ويقدروا يعوضوا يعني خسرها الموسم اللي فات من بطوله افريقيا ان شاء الله. يعني ربنا يكرمه ويمسك كويسين في افريقيا السنه دي ان شاء الله. بتكلم طارق ولا ما بتكلموش؟ طارق على طول بيكلمني. والله طارق. لا طارق وجنش ومحمود علاء على طول يعني، بس خصوصا طارق طبعا. لا على طول طارق، انا وطارق يعني ما بتكلم في عيشنا مريب. كانت عشرة 10 سنين او 15 سنه. طبعا طبعا طبعا. احنا 6 سنين بنلعب مع بعض. طبعًا. يعني واخدين شاربين نايمين مع بعض في مؤثر في اوضه واحده. لا يعني فرق دخل بيتي دخلت بيته يعني. لا فرق طبعا عشرة، يعني فرق من الناس المحترمه جدا ومن اللعيبه الجامده بصراحه يعني. يا رب بالتوفيق. دايما بقول عليها ان فرق يعني بيفندر جامد يعني طبعا. بالتوفيق ليك يا ابراهيم، ونشوفك تاني يعني مكسر الدنيا. انت لعيب كبير وعندك امكانيات كبيره جدا 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 ابراهيم عبد الخالق. شكرا يا ابراهيم، شخصيات الجميله جدا جدا. طيب عندنا اخبار.